ايه البرد والزعابيب ده يا باشا؟ ده غضب من عند ربنا. ايه غضب ايه ولا ياذو بالله؟ هو احنا في شهر ايه ولا بناكلوه؟ في اول السنه يا باشا، في شهر يناير. يعني في طوبه مش في باونه يعني. يعني ايه يا باشا؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ولا انت مش عارف يعني ايه ام الفلاح ايه ومزارع ازاي؟ ده كان زمان يا باشا. طب يلا منك لو كده، هات لي ورقه وقلم ومرايه وافهم واحفظ معايا. الشهور بتبتدي من شهر 9 اللي هو سبتمبر لمؤاخذه. نبتديها بتوت، اروي ولا تفوت؟ يعني تروي الارض ومش لازم تروح لها كتير عشان الميه الكتير مش هتضرها. بابا، خش واقفل البوابه، يعني تقفل الابواب كويس عشان البرد جاي، وده بيبقى في اول الخريف. هطور ابو الدهب منصور، يعني القمح قرب من حصاده. كياك، صباحك مساك، شيل ايدك من غداك حطها في عشاك، عشان يعني النهار بيبقى قصير. طوبه، يخلي الشابه كركوبه، وده يعني عشان يعني الناس يعني بيبقوا بردانين كده وعواجيز كده كانهم عواجيز وهم متقفصين. امشير، يفصص الجسم نسير نسير، وده عشان الرياح العاتية بتاعته يعني بتقطع الاجسام. او امشير ابو الزعابيب الكتير، ياخد العجوزة ويطير. برمهات، روح الغيط وهات، يعني في محاصيل وتروح وتلم وتحصد. برمودة، دق العمودة، وده عشان تجهيز دريس القمح بعد حصاده. بشانس، يكنس الأرض كنس، يعني الأراضي بقت خالية كلها من المحاصيل. بقونة، نشف المية من المعونة، أو بقونة نقل وتخزين المونة، وده عشان شدة الحر، الدنيا بتبقى حر قوي في الأيام دي. أبيب، فيه العنب يطيب، يعني الوقت ده بيبقى وقت حصاد العنب. مسرة، تجري في كل ترع عسرة، يعني ده كان عشان فيضان النيل. حفظت يا بجم منك له؟ طب احنا دلوقتي في طوبة مش في امشير يا باشا، والجو كله عواصف وزعابين. ما هو الاسم طوبة والفعل امشير.